خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم مختارات من شرح كتاب الأدب المفرد لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله. ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. يأتي إلى مصلحة الإنسان في نفسه، لا تشربن الخمر فإنها مفتاح إيش؟ كل مفسدة. وبدأنا الحديث عن هذا القسم من هذه الوصية، وأن الشرع الحكيم حرم كل ما يفسد العقل. وكلمة الخمر في اللغة مأخوذة من التخمير وهو التغطية، فقالوا إن الخمر لكونها تغطي العقل وتجعل صاحبها في سكرة لا يعي شيء سميت خمرة، كخمار المرأة تغطي وتستر به وجهها. وتحريم الخمر كان أمرا فطريا في الجاهلية. بعض حكماء الجاهلية قبل الإسلام نظر في عين الخمر فعرف أنها مفسدة فحرمها على نفسه. ولذا يقول الحكيم الجاهلية: رأيت الخمر صالحة وفيها خلال تفسد الرجل الحليم، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سقيما. ويقولون بأنه سبب ذلك أنه كان سيدا في قومه وشرب، ثم جاءته ابنته بطعام فمد يده على ظهرها، ثم استغربت البنت جدا، ثم ذكرت له بعد أن صحى فوجد نفسه أخطأ الخطأ الكبير جدا، خلال تفسد الرجل الحليم. وهكذا أعطاها حقها، رأيتها صالحة وفيها خلال تفسد، إذن أين يكون الصلاح ما دام معه إفساد؟ ولذا جاء القرآن الكريم بهذا الحكم: يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع. ما نفى عنها المنافع، ولكن قارن بين الإثم وبين المنافع، وإثمهما أكبر من نفعهما. والعقلاء يقولون، أو بعضهم يقول: لا يوجد في العالم خير محض قط ولا شر محض قط، بمعنى كلما تراه خيرا قد يكون فيه جانب شر لو تجاوز الحد، وكل ما تراه شرا قد ترى فيه جانب خير لو استعمل في محله. فإذا يأتي العقلاء والأصولون يقولون: أي شيء وجد فيه الشر أكثر فهو يترك لكثرة الشر، فيه الخير وأكثر فهو يؤخذ لكثرة الخير. ولما قارن سبحانه وتعالى لنا بين الإثم والمنفعة، وأن إثمهما أكبر من نفعهما، كان ذلك موجبا للتحريم. وأشرنا إلى أن المجتمعات الإنسانية، بمعنى دون تعلق بدين، اتفقوا على تحريم جواهر ستة، يسميها الأصوليون الجواهر الست، التي لا يمكن لمجتمع إنساني أيا كان دينه أن يعيش بدونها. وإذا ما اضطربت في مجتمع اضطربت حياته. تلك الجواهر هي: أولا الأديان، ثانيا الأبدان، ثالثا العقول، رابعا الأنساب والأعراض أو الأنساب، خامسا الأعراض، سادسا الأموال. فأيما مجتمع ضاعت فيه جوهرة من تلك الست اضطرب ولا يمكن أن تقوم له قائمة. وقالوا إن الأديان في علم الاجتماع ضروري للإنسان، ولو كان الدين باطلا، لأن الإنسان جسم وروح، فالجسم يتغذى بالماديات
والروح أو الداخل فيه بالمعنويات. فإن صادف دينا صحيحا فالحمد لله، وإلا تعزى بما وقف عليه من مبدأ أو دين غير صحيح وأشبع داخله على زعمه. ولذا يقول علماء الاجتماع: من الممكن أن ترى مدينة بدون ملعب، بدون ملهى، بدون حديقة، ولا يمكن أن ترى مدينة بدون معبد. ولذا تجد غير المسلمين لديهم معابد، لأنهم يؤدون طقوس عباداتهم فيها، يشبعون رغباتهم الداخلية. فإذا كان الدين صحيحا والدين من عند الله كما بين سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، وبين: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فكل هذا نعمة الإسلام على الأمة أنعم الله بها وأتمها وأكملها. وهنا حفاظا على هذه الجوهرة أو على هذا المبدأ وهو الدين، حرم الله الردة عن الإسلام، وأمر صلى الله عليه وسلم بقتل المرتد، لأن ردته عن الدين لا نقول إنه عمل فردي هو حر، لا والله، لو أنه أسلم أول النهار ثم في آخر النهار رجع عنه لا ننظر إليه هو، ولكن سيتساءل أعداء الإسلام: هذا قد دخل في الدين وعرف الدين ثم رجع عنه، إذن هذا الدين الذي دخل فيه غير صالح، فتكون ردته طعنا في الدين. كما جاء في عن الكفار: آمنوا به وجه النهار واكفروا إيش آخرة لعلهم يرجعون، تشكيك، ولذا لا يقبل منه الرجوع أبدا. وجعل الله لكل نوع من هذه الست حمى يحفظ من الوقوع فيه. وحمى الردة عن الدين تحريم البدع، لأن البدع بريد الكفر كما يقال، فحرم البدعة حتى لا تصل بك إلى الأمور إلى الشرك بالله وضياع الدين. القسم الثاني حفظ الأبدان، لأن البدن هذا ليس ملك إنسان، هو صنع الله الذي خلق الإنسان، وكما قيل: إن بنية الإنسان أعظم عند الله من الكعبة كذا مرة، لأن الكعبة حجارة مبنية يمكن أن يجدد بناؤها، أما بناء الإنسان لا يمكن لقوة على وجه الأرض إذا هدم أن تبنيه، كلا. ولهذا حرم الله القتل العمد العدوان وجعل فيه القصاص، ثم جعل لهذا حمى وهو منع الاعتداء، وجعل العين بالعين، وجعل السن بالسن، وجعل الجروح قصاص، حتى لا يمتد اعتداء الإنسان على أخيه الإنسان فيقتل. ثم الثالث العقل، وهو الجوهرة التي بها تميز الإنسان وصار إنسانا، لأن به يخاطب بالتكليف أوامر ونواهي من المولى سبحانه وتعالى. ومسلوب العقل مسلوب التكليف لا تكليف عليه، وساوى بقية المخلوقين، بل إن الحيوان عنده إدراك وعنده منهج في حياته قد يفوق إدراك بعض الآدميين، لكن ليس ذلك عن عقل، ولكنه عن غريزة وعن فطرة وعن سجية فطره الله عليها. وأشرنا إلى ما يسمونه مملكة النحل ونظام النمل وهجرة الطيور، بل والأسماك في المحيطات ولها مناهج تسير عليها. ولحفظ العقل حرم الله كل مسكر، والخمر إنما هو اسم جنس لكل ما خامر العقل، وإن كانت اللغة تقول إن الخمر ما كان من ماء العنب، هذا من أصل التسمية، ولكن ألحق بها شرعا ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر ملء الفرق وهو الإناء الكبير فملء الكف منه حرام، سدا للباب مرة واحدة. وعلى هذا
جعل الله أيضا حمى لهذا العقل، وهو أن تتناول أي مضر له، وكل ما يأتي في باب الممنوعات فهو حمى لحفظ العقل. تأتي إلى مخدرات، تأتي إلى الدخان، تأتي إلى 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 آخره، كل ما يدخل على العقل نقصا فهو تابع لتحريم الخمر. ثم نظرنا في تحريم الخمر كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: لقد أخر الله تحريم ما كان مغلغلا عند العرب، لأنه بدأ أولا بتقرير العقيدة والتوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والإيمان بالبعث بعد الموت. وتقول: لو أنه بدأهم بتحريم الخمر وتحريم الزنا لرجعوا ولم يقبلوا، لكن بعد أن أشربوا الإيمان في قلوبهم بدأ بتحريم تلك الأمور الاجتماعية بالتدرج. ولذا نجد يا إخوان أخطر قضايا المجتمع الخمر والربا، الخمر في العقل والربا في المال. ونجد يذكرون في قضية التدرج في تحريم الخمر، أول ما نزل يلفت النظر: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون إيش؟ سكرا ورزقا حسنا. وهذا من إعجاز القرآن في التنبيه المبدئي. ثمرات النخيل والأعناب هي أطيب الثمار في التغذية، وهي أكثر الثمار في الجزيرة. والمولى قال: أنتم يا البشر تتخذون من أطيب الثمار سكر، تحولون أطيب الثمار إلى سكر ورزقا حسنا. وصف الرزق بأنه حسن يشعر بأن ما اتخذتموه سكرا حسن أيضا، ولا مسلوب الحسن؟ مسلوب الحسن. ففيه لفتة نظر يا ذكي تنبه. ومن عجب يا إخوان، ومن أسرار القرآن الكريم، تجد قبل هذه الآية ماذا؟ هاي يسعدون الإخوان اللي حافظين: إن لكم في الأنعام لإيش؟ لعبرة، نسقيكم مما في بطونها من بين إيش؟ فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. انظروا معي يا إخوان، يا خلق، يا عباد، يا أصحاب العقول، لكم في الأنعام عبرة. إيش هي العبرة يا ربي؟ نسقيكم مما في بطونها من بين الأخبثين، الدم والفرث. لا تستطيع أن تشرب الدم، ولا تستطيع أن تشرب الفرث، ولا تتناوله، تتباعد عنه. نستخلص لكم من بينهما لبنا خالصا سائغا. ثم ومن ثمرات النخيل. شوف يا اخوان معايا، هذه والله نقطة مهمة جدا في كتاب الله. الأنعام لكم فيها عبرة، نسقيكم من بين الأخبثين فيها أطيب الشراب وخالصه، وأنتم تتخذون من أطيب الثمار سكرا. وبعدها إيش؟ وأوحى ربك إلى النحل اتخذي من، ثم اسلكي، يخرج من إيش؟ شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قفوا وتأملوا يا إخوان، خذوا المصحف وانظروا آية اتخاذ الثمرات الطيبة سكر، تأتي بين صنع بهيمة الأنعام، وتأتي بعدها آية النحل شفاء. لكأن الإنسان بعمله قد نزل عن مستوى بهيمة الأنعام وعن دابة النحل، لأن بهيمة الأنعام تعطينا من بين الدم والفرث لبنا خالصا، ودويبة النحل تعطينا مما تأكل من الأرض شرابا مختلفا ألوانه في شفاء للناس. والإنسان العاقل يحول أطيب الثمرات إلى سكر. فهل ساوى بهيمة الأنعام؟ ما ساواها. هل ساوى النحلة؟ ما ساواها. لماذا؟ لتعديه. إذن
كان أول ما نبه على فساد الخمر هذه المقارنة بين سكر ورزق حسن. ثم جاء بعد ذلك النهي عن السكر أو عن الشراب. إذا قمتم إلى الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني كأنه أبيح ما بين الوقتين، ولكن متى يشرب وإذا سكر متى يصحو قبل أن يأتي وقت الصلاة الثانية؟ كان فطاما مؤقتا، كما تفطم الطفل الصغير عن الرضاع فترة وتعطيه بعض المأكولات الأخرى. ثم جاء بعد ذلك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. كان هناك سكرا وسكتة، هنا رجس من عمل مين؟ الشيطان. وإذا كان جمع بين الرجس وبين عمل الشيطان يبقى فاشربوه ولا فاجتنبوه؟ فاجتنبوه. يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان إن قوله سبحانه فاجتنبوه أبلغ في التحريم من فاتركوه، وأبلغ في التحريم من فلا تشربوه. لأن فلا تشربوا قد يكون قدامك وعندك، لكن فاجتنبوه يعني اجعلوه بعيدا على جنب منكم باعدين إياه عنكم. فالاجتناب أدق وأبعد وأدخل في النهي من فلا تشربوه. إذن ولا تشرب الخمر. ويقول هنا في الحديث إنها أساس كل شر. يذكرون في بعض الحالات أن امرأة دعت رجل وطلبت منه أن يواقعها، فامتنع قال معاذ الله هذا أمر حرام. قال طيب تقتل هذا الغلام حتى لا يرى؟ قال معاذ الله هذه نفس معصومة. قالت إن كنت ممتنعا من هذا ومن هذا فتشرب هذا الكأس من الشراب. فاستهان في نفسه بكأس الشراب فشرب فثمل فقتل فوقعها. رأى الغلام خاف أن يذكر أمره ويفشي سره فقتل، فارتكب الموبقات الثلاث، سكر وزنى وقتل. كان سبب ذلك ما هو؟ الكأس الذي شربه. وهكذا لا يوجد أشر على المجتمعات من الخمر. وإذا جئنا إلى الإحصائيات الاجتماعية كم أفسدت الخمر من عقول وخربت من بيوت وضيعت على المجتمعات ملايين الساعات من العمل، وبالتالي أنقصت الإنتاج في المصانع وفي غيرها بسبب الزمن الذي يقضيه السكارى بعيدا عن أعمالهم. نعم. وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.